طلابي أحبائي، طلاب الصف الحادي عشر، هذا هو الأسبوع الثاني. في هذا الأسبوع سنقوم بعرض وتقديم أهم الموضوعات التي تختص بدرسنا. كونوا معي. كما تلاحظون، سيكون درسنا هو سورة آل عمران من الآية 102 إلى الآية 105. يتوقع منك عزيزي الطالب أن تتلو الآيات الكريمة تلاوة سليمة، أن تبين معاني المفردات والتراكيب، أن تفسر الآيات الكريمة تفسيراً إجمالياً، أن تحفظ الآيات الكريمة غيباً، أن تحرص على الوحدة ونبذ الفرقة. هذه هي موضوعات الآيات الكريمة. تقوى الله تعالى في الآية الكريمة 102، التمسك بالإسلام الآية الكريمة 103، الوحدة وعدم التفرق الآيات الكريمة من 103 إلى 105، الدعوة إلى الخير الآية الكريمة 104. هذا هو النص القرآني، ونستطيع أيضاً من خلال الماسح الضوئي عزيزي الطالب أن ندخل إلى قراءة وتلاوة متقنة لهذه الآيات. دعونا نبدأ بالمحور الأول، تقوى الله تعالى. التقوى هي شعور داخلي يدفع المسلم إلى الالتزام بأوامر الله واجتناب نواهيه. هذه الآية الكريمة وجهت المسلمين إلى تقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. تقوى الله تكون في الأقوال والأفعال والمعاملات، حق تقاته أن يكون التمسك بأحكام الدين وتعاليمه هو الحالة الدائمة للمسلم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا التعبير يدفع المسلم إلى أن يعتني بدينه ويحافظ عليه ويحرص على أن يكون في كل لحظة ملتزما بمبادئه وأحكامه. التمسك بالإسلام، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، دعت إلى العمل بما جاء فيه. واعتصموا بحبل الله جميعا، هنا لاحظوا لفظ اعتصموا للإشارة أن التمسك بالدين عصمة للأمة وحماية لها من الأخطار، كما جاء لفظ جميعا للدلالة على المسؤولية في الحرص على الإسلام والتمسك به. الوحدة وعدم التفرق، أمر الله تعالى المسلمين بالاتحاد، لا يكون هناك فرقة خلاف، محافظة على وحدة الصف، ذكرهم بنعمة الله تعالى بعد أن كانوا كفارا، نعمة الأخوة، اجتماع القلوب بعد أن كانوا أعداء يتقتلون لأدنى سبب. وطبعا هذه الآية حث للمسلمين على دوام استذكار هذه النعم العظيمة التي كانت سبب نجاتهم من الهلاك والفناء. أيضا هنا دعت الآيات الكريمة إلى الاستفادة من أخطاء السابقين الذين لم يلتزموا بدين الله تعالى وتنازعوا واختلفوا بعد أن جاءهم الدلائل البراهين الواضحة، فكان ذلك سبباً في هلاكهم واستحقاقهم العذاب في الآخرة. المحور الرابع، الدعوة إلى الخير. هنا الإسلام دين الخير والفضيلة، ولتكن منكم، هذا الأمر يدل على وجوب قيام الأمة بمهمة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يجب أن يؤدى على أكمل وجه. أمر الله تعالى المسلمين بالدعوة إلى الإسلام والخير وفضائل الأعمال وإرشاد الناس إلى فعل كل ما أمر به الشرع واستحسنه وما يتحقق لهم من المصلحة والسعادة. ترك كل ما نهى عنه واستحبه من أفعال وأقوال تلحق الضرر بنا، فإن تركوا الأمر بالمعروف كان ذلك ذو آثار سلبية تعود عليهم.
في آخر الدرس سنقوم بحل أسئلة التقويم والمراجعة، الأسئلة التي تظهر أمامكم على الشاشة. هذا هو عرض سريع لما سنقوم بدراسته خلال هذا الأسبوع. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.